السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي تلاميذ المستوى السادس ابتدائي. اليوم درس جديد من سلسلة دروس ميز أبخونتيساج أون فرونسي و لا باج 19 لورتوغراف. ألوغ الدرس هذا كيتعلم اليوم على لي مو كي لي مو كونتينو لي سون كا اي 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 نا كا اي Oh, hey. Alors, qui me l'aide, j'observe et je découvre. Ou chérid, ou lahid, ou akteshif. La phrase A. Pour sa fête, Salim a reçu 16 crayons et une règle. Il est vraiment content. Pour sa fête, من أجل يعني في العيد ديالو غالبا غيكون لانيفيرسير ديالو سليم a reçu 16 crayons سليم تلقى يعني جاتو جابو ليه 16 crayons 16 ديال أقلام et une règle ou مسطرة il est vraiment content il est vraiment content إنه سعيد جدا حقا إنه سعيد La phrase B. À 5 heures, les enfants quittent l'école. Les parents ne devraient pas klaxonner. À 5 heures, yani fil khamisa, sa'al khamisa, les enfants quittent l'école. Al-atfal yughadiruna al-madrasa. Les parents ne devraient pas klaxonner. يجب على لا يجب على الآباء أن يقوموا ب يعني صوت السيارة بضبط صوت السيارة اللي هو الكلاكسون منبه السيارة خصهم يخدموا المنبه السيارة إذن شنو كنلاحظوا je manipule et je réfléchis la phrase A pour sa fête lit à haute voix les mots en couleur de la première phrase qu'ils sont se répète a-t-il même graphie lit à haute voix les mots en couleur يعني نقراو بصوت مرتفع الكلمات اللي ملونه في la première phrase اللي هي la phrase A الجمله الاولى quels sont se répète ما هو الصوت الذي يعاد يتكرر أتيل لا ميم غرافي واش كيتكتب بنفس الطريقه كيتكتبوا بحال بحال نقراو لا بروميير فاز ونشوفوا الصوت اللي كيتكرر بور سا فيت سليم ا 16 كريون اي اون ريغل اي لي فريمون كونتون الوغ شنو الصوت اللي كيتكرر برافو هنا فت اي سيز اي من غاقل اي فغيمون اي لاحظتو هنا فت اي وهنا فغيمون تاهي اي وهنا سيز اي وهنا غاقل تاهي اي ولكن نفس الصوت ولكن ماشي نفس الكتابة ماشي لا ميم غرافي Donc, le son qui se répète, ou saut le kitaoud, il y a saut liel. Et. Il n'a pas. Il n'a pas la même graphie. M'andouche, neuf le kitab, neuf saut, ou alakin, bikitab, bikitaba, mortelifa. Numéro 1, la question numéro 2. Lis à haute voix les mots en couleur de la deuxième phrase. Que remarques-tu?
À 5 heures, les enfants, les mots en couleur, Adna, 5, quittent, klaxon. Que remarques-tu? On remarque que le son K se répète dans les quatre mots. Le son, Adnana, le son. Je remarque que le son Adnan K se répète dans les trois mots. يعني الصوت ديال كا كيتعاود في الكلمات بثلاثة، ولكن راه ماشي نفس الكتابة كما لاحظنا قبل. نمر الآن question numéro 2. Je m'entraîne. Barre l'intrus dans chaque liste. Barre l'intrus dans chaque liste. غادي نباريو كما كنعرفو باري هي نديرو خط على l'intrus، يعني الكلمة اللي ماشي في البلاصة ديالها. الدخيلة، الكلمة الدخيلة. جروب A، عندنا ان كاسك، لو شوكولا، لا فيسيل، ان كوريو، ان كيلو. إذا شكون هي الكلمة اللي دخيلة على هذه المجموعة هذه؟ برافو، لا فيسيل. إذا جو باغ لا فيسيل، إذا هي الكلمة اللي دخيلة على، لأنها ما فيهاش لاحظتوا الكلمات كاملين فيهم لو سون كا، صوت ديال كا كيتنطق. كاسك، شوكولا، كوريو، ان كيلو، الا هذه اللي لا فيسيل ما فيهاش صوت ديال كا، لو مون لا لتر كا. جروب بي، لا فيبير، لو منو، لا تيت، جامي، لا بين. اذا الكلمه الداخله اللي عندنا هنايا عندنا لاحظتوا هنا عندنا لو سون اي في بير تيت جامي لا بين. اذا لو منو هذه هي الكلمه الداخله اللي ما فيهاش الصوت ديال اي. 4 كومبليت افيك لا غرافي كي كونفيان، نكملوا بالكتابه المناسبه. اذا هنا اول هنا كنقترح عليكم عاود ثاني ديروا بوز لا فيديو وتجاوبوا عاد ترجعوا تشوفوا الاجوبه. ما تنساوش في هذه النقطه ديروا جيم لا فيديو وديروا تعليق، وكذلك تفعلوا الجرس اذا كنتم اول مره غادي تشاهدوا هذه القناه، قناتكم قناه المعلومه. اذا هنا عندنا 13 اون ميزون اي ميزون لا فوري لو بير الاب ان كايي ان كايي عفوا هي كاينه هنايا 4 un kimono kimono اللي هو اللباس الرياضي كيكون عند الناس عند اللاعبين ديال رياضة التايكواندو او الكاراتيه. اذا لاحظتوا ان في الصف الاول عندنا الصوت اي، عندنا او اي 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 كي تقرا حتى هو اي، لا فوغي، لو بير، او لو سون كا كنقراو هنايا بالسي بلس ا قدامها كنقراو كا، و كيلون 4 اي لا لتر كا ان كيمونو. نمشيو الان ليفالياسيون. جو مي فالي اكري 4 مو افيك لي ديفيرون غرافي دي سون كا، 4 ديال نكتبو نا تكتبو ليا 4 ديال الكلمات بلي غرافي يعني
بالكا عندك كي تنطقوا بصوت كا، مي كل وحده بشكل خاص. باغ اكزومبل انايا غادي نعطيكم ان، ناخذوا كاميون، لكن انت نتوما تقلبوا على كلمات واحده اخرين، ما ديروش نفس الكلمات باش ما نمشيوش لا كلاس وكل شيء يكون عنده نفس الكلمات. كاميون، قلبوا على شي حاجه اخرى. هنا اوسي، هنا كاميون قلناها، قلنا هنا عندنا لو فيرب كيتي، كيتي كيبقى لينا كا، نقلبو على شي حاجة سميت فيها كا. ناخدو كيلو، إذن شنو نقرا اللي عندنا هنايا؟ ناخدو كذلك عندنا كاترومون افيك لي ديفيرون غرافيك دو سون كا، عندنا كيلو كتبناها، خدينا سان كاميون ناخدو حنايا، ناخدو كي يمكنكم نتوما تقلبوا وتلقاو كلمات واحدة اخرى. الوغ اكري 4 مو افيك لي ديفيرون غرافي دو سون اي، هنا اي عندنا، ناخدو الاولى مير، شنو اخرى عندنا؟ مير، عندنا ماتر، ماتر عندنا عندنا مام، مام عندنا، ناخدو 13. Alors écris une phrase avec deux mots qui contient le son K. On dira une phrase. Alors, écris une phrase avec deux mots qui contient le son K. Karim, écrit. Écrit la date sur le cahier. Là, on a trois, on a Karim écrit la date, on a cahier. Karim écrit cahier. Écris une phrase avec deux mots qui contient le son E. J'ai parti à la
Mer. Il est parti à la mer. Afonat una makinesh atadir à la mer. Dehabtu ila al-bahar. Eden, ce que nous devons retenir, en est le son E. E et E peuvent s'inscrire. E, accent circonflexe. Alors, les accents centrales ou les accents d'équilibre. Par exemple, fête. Kaina E, I. Par exemple, 16. E, accent aigu. Par exemple, préo. E, accent accent grave, pas règle. A, I, comme vraiment. Le son K peut s'écrire comme K, culon, 5, culon, plus U, quitter. Non, C comme école, ou là, K comme képi. Ado, on va. الأشكال اللي نقدروا نلقاو فيهم هاد لو سون اي ولا لو سون كي ولا لو سون كا. إذن أعزائي بهذا كنكونوا سالينا من الحصة ديال اليوم. نتمنى تكون الحصة مفيدة وتكونوا فهمتوا. إذا عندكم شي تساؤل ديروا في كومنتير وما تنساوش ديروا جيم لا فيديو وبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم. ولا كنتوا أول مرة غادي تشاهدوا الفيديو ديروا فعلوا الجرس اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم فيديوهات والدروس الجداد إن شاء الله.